وسهلا فيكم مشاهدينا وحياكم الناس في أسبوع. اليوم رح نبتدي بأول ضيف معنا وهو اشتهر بمقاطعه ومقالبه على السوشيال ميديا. بدون ما نطول خلونا نرحب ضيفنا عبر سكايب من الأحساء أبو ريان. هلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. يعني أنت ما شاء الله تبارك الله عندك جمهور، عندك متابعين ما شاء الله، ومشهور بالمقالب بالخفة الدم الكوميديا. أبغى أعرف أنا بس المقالب من وين تجيب أفكارها؟ يعني في أشياء غريبة. أنا شفت لك فيديو تحط بهارات في مشروب غازي ومدري شو تسوي. أبغى أعرف من وين تجيب أفكارك بس. أول شيء الأشياء هذه أوقات بدون ما تجي أفكار، أوقات يكون في قدامك حدث فأنا أحاول أستغله بسرعة وأدخل فيه. يعني أوقات في أشياء بلا ترتيب، يعني قدامك حدث على طول أستغله وأدخل فيه. يعني مثلا زي إيش؟ يعني مرة قد سويت مقلب، كيف جاتك الفكرة؟ يعني مثلا أنا ممكن من الزملاء قالوا لي إنه في أشياء أو يبون يسألوني عن مقلب ندمت عليه. أي. هذه من المغالب أنا ندمت عليه، أنه في مغلب من المغالب مرة جيت فوقفت عند البيت فشفت واحد من قرايبنا هذا مشكلجي، يعني راعي مشاكل، فاستغليت الحدث أنه أخليت واحد من الشباب أنه يروح كأنه بياخذ سيارته ويوخرها. فصارت هوشة حقيقية. هذه من الأشياء اللي ندمت عليها كثير، وحتى أني ما نزلتها لا باليوتيوب ولا أي مكان. أي الحين أنت رحت لإجابة ما لها علاقة بسؤالي. أنا بقول يعني الحين هذا مقلب يعني ولا إيش؟ هو هذا من الأشياء اللي أنت شو السؤال؟ هذا مقلب يعني ولا إيش؟ يعني قمت من النوم وجيت لكم على طول، فمعليش. أوكي خلينا نرجع له وأنت نعيد مع بعض. قول عن موقف، يعني عن مقلب أنت سويته، كيف جاتك الفكرة في وقته؟ أنت تقول يعني المقالب تجيني كذا في وقتها، فحكينا عن مقلب وكيف جاتك الفكرة في نفس الوقت. أيوة ممكن من بعض، ساعدني الأخ اللطيف، ممكن بعض المغلب من المغالب مرة من واحد من الشباب يجاله عشاء. أي. وهذا عشاء يعني بياخذه يوديه الوالدة، فهو حطه في السيارة عشان بعد شوي يوديه الوالدة. هذه من الأشياء اللي جات في بلا ترتيب، يعني فإحنا حاولنا أن احنا نلهي شوي فأخذنا العشاء، فهو أخذ السيارة، صارت السيارة ما فيها عشاء، لما وصل عند والدة ما في عشاء فاضي، فلما رجع عندنا طار العشاء مأكول أصلا. وين راح العشاء؟ هذه من الأشياء اللي وين راح العشاء؟ العشاء كلناه غاد، وين راح؟ طب الحين مثلا انه هذا مقلب مو مزعج شويه؟ يعني بشكل عام نتكلم بريان، يمكن في بعض المقالب يمكن الناس في بعض الناس يشوفونها مزعج، انت كيف تشوفها؟ انا اقول ما في شيء، في ممكن في اي شيء ممكن تسويه في ما دام تدخل السوشيال ميديا لا يمكن انك ترضي جمهور مهما سويت، فاي شيء راح تسويه لا يمكن يعجب كل الناس. طيب وإيش سالفة الانتخابات؟ هذه انتخابات للإدارة، احنا عندنا المزرعة لازم تكون فيها إدارة، طبعا المزرعة اللي المتابعين والجمهور يعرفون المزرعة أكثر مكان، وأنا اليوم حبيت أني أصور هنا بالخيمة لأنه ممكن الجمهور أكثر مكان يحب الخيمة، درجة لو ما أصور على طول يسألون على الخيمة، فهنا احنا مسوين إدارة للمزرعة، فكل بين فترة وفترة نحط انتخابات أو لأول مرة تصير انتخابات إنه يترأسها المزرعة، يترأسها شخص واحد، فانتخابات ويتعين مدير وخلصت منها. طب أنا قريت لك أشياء قبل الانتخابات عن أنك كنت تفكر أنك أنت تترك السوشيال ميديا، إيش السالفة؟ إيش السالفة؟ هذه سالفة طبعاً طويلة. لا لازم بتقولها، يعني حاول تختصرها بتقول لنا. بالمختصر؟ إيه. ما في سالفة، هي حركة، صحيح حركة غير مقصودة، ولكن كانت كنت أقصد فيها الشباب، فأكلها الجمهور، فقلت أكمل الجمهور، فقطعت فترة وقلت هذا الشيء حتى. يعني أنت قلت أنا بترك السوشيال ميديا بس أنت كنت جالس تمزح على أصدقائك، بعدين صارت صدق. لأصدقائي.
فجأة ترند وفجأة الشباب دخلوا في الموضوع الجمهور وما أدري إيش، فقلت يلا ما دام إنه كلوها مع الشباب أكملها. أي طيب ولد أختك موجود معك؟ موجود ولد أختي ومجهز روحه كأنه رايح البر مو طالع معك. يا هلا وسهلا يا هلا وسهلا. طبعا هو شوي كبير فان شاء الله تكفي الكاميرا. هلا وسهلا يا محمد كاشخ. لا يعني يا ابو ريان معليش عطى الكاميرا شوي خلينا نشوف الكشخه. يلا يلا ها انا كذا كذا. أيوة. ايه هلا وسهلا يا محمد شو الكشخه؟ مين لبسك انت اخترت اللبس اليوم؟ ايه ايش فيك مستحي اشوفك في السوشيال ميديا ما شاء الله تبارك الله عليك. لا مو مستحي. طيب قول لي دائما ابو ريان يصورك وانت زعلان وتهاوش بس تهاوش، شو السالفه؟ ليش طول الوقت زعلان؟ هو يزعلك ولا انت زعلان لحالك؟ لاني ينرفزني. لاني لو ما ينرفزني ما اعصب. ايش يسوي فيك مثلا؟ مثل بطل ما ينرفزوني. اي زي ايش؟ زي ايش؟ زي ايش يقول لك ايش الشيء اللي انا نرفزتك فيه؟ انا ما اشوف اني قاعد انرفزك اصلا ابدا. كلمهم. لا لا كلمه هو كلمه هو. كلمه هو محمد ايش الشيء اللي انا نرفزتك فيه؟ كل شيء كل مقطع تنرفزي فيه ما مره مقطع ما نرفزت فيه. طيب مثلا مثلا انك مو بولد اختي. لا انا ولد اختي. مثلا يوم جينا بنروح البار ما يبيني اروح البر وجلس يهاجر وما ادري وش ما يبيني اروح البر عشان ينرفز يا بس وبعدين ياخذني. حلو يعني بس انرفزه بعدين اخذه. اي يعني خلاص في الاخير يصير اللي هو اي خلاص. إيه؟ هو عنده مشكله، هو يفكر انه عيال الاخت يسكنون عندنا بالبيت فهذه مشكلتي انا اكثر معاه. فأنا أقول له أنه كوالد أخت المفروض أنك أنت تجينا زيارة كل بين فترة وفترة. هو رافض ذا الفكرة، يفكر أنه ولد الأخت لازم يسكن عندنا صح؟ إيه. شلون يعني بيت الأهل حق وش مصنوع عشان ننام فيه؟ طيب بس أنا طيب معك أبو ريان وحنون يخليك تاكل، مو في البيت مسوي لك دايت؟ إذا رحت عندهم يخليك تاكل؟ أيوة. هو بس عشان وشو يهددني بهالمقطع اني انا اكلت عشان يوري امي بس. بس بالنهايه خليه ياكل، بالنهايه خليك تاكل. اي تخليني اكل بتهديد بس. حلو، بس انت وانصحوا بعد انه هذا الشيء لمصلحته لان كل ماله ما شاء الله وصاير يكبر يكبر. بسم الله عليه الله يحفظه بالعافيه. الله يحفظك. طيب قول لنا ابو ريان ايش عندك خطوات جديده تبغى تسويها؟ ممكن تضيف له ممكن هذا الشيء يجي لك مع الوقت لكن آه. ممكن بس ما في فكره الان. ما في فكره الان وانا الامانه انا ممكن الجمهور حب العفويه حب البساطه طيب يعني لدرجه عشان كذا لا يمكن اني ممكن افكر اغير وانا انسان صراحه احب البساطه وانبسط جدا وارتاح للبساطه لدرجة أنه ممكن لو أفكر كذا بس بالتصوير أنه أقول بغير شيء في المزرعة فجأة الجمهور كله يطلع لي أنه لا تغير شيء لا تغير شيء إحنا كذا حابين الوضع كذا فهمتي؟ فعشان كذا ما أفكر نهائيا ممكن أني أغير وفي أشياء